لكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث ثانوي مادة علم الاجتماع الوحدة الرابعة الدرس الرابع بعنوان التطرف والعنف. بداية سنتكلم عن مفهوم العنف ومن ثم مفهوم التطرف ومستويات التطرف وأيضا الأسباب التي تدفع الأفراد إلى التطرف الفكري وممارسة العنف وأهم سبل مواجهة التطرف والعنف. مفهوم العنف كتعريف هو استخدام أسلوب قسري ضد شخص ما أو حزب ما أو جماعة معينة، وهذا المفهوم يقتصر على المجتمع بأكمله، وأساليب العنف قد تؤثر على المؤسسات التعليمية. سننتقل إلى مفهوم التطرف، هو التشدد والاعتدال والوسيطة في الحياة اليومية. التطرف هو التشدد والاعتدال والوسيطة في الحياة اليومية، أي التشدد ضد فكر ما أو دين معين وتطرف نحو حزب ما أو دين معين أو طائفة معينة، طبعا ضمن فكر متشدد. ومن ثم ننتقل إلى مستويات التطرف معرفي عن طريق إبداعات الفرد، ومعارفه وقدراته، وجداني عن طريق انفعالات الفرد المتطرف، ومن ثم سلوكي عن طريق قيامه بأفعال اندفاعية تؤثر على سلوك الفرد والمجتمع. طبعا مستويات التطرف هو معرفي ووجداني وسلوكي. ثم ننتقل إلى الأسباب التي تدفع الأفراد إلى التطرف الفكري وممارسة العنف. طبعا التطرف نحو ذاته شخصيا، قد يكون الفرد يتطرف نحو ذاته شخصيا، ومن ثم التحديات التي يواجهها الفرد في اختلاط مع المجتمع. يوجد تحديات التي يواجهها الفرد في اختلاطه مع المجتمع، طبعا من التحديات الموجودة في المجتمع التي تؤدي إلى التطرف هو فهم الخاطئ للأديان، وأيضا عدم قيام الفرد بأي تخلف يوجد عنده، والتخلف الجهل في التعليم وكثير من الأمور. طبعا الأسرة كمان أيضا يلعب دور أساسي في إبعاد الفرد عن التطرف، وقد يتم إهمال دور الأسرة ودور التعليم وأيضا فهم الخاطئ للأديان. هذه الأمور تؤدي إلى التحديات التي تواجه التطرف، وأيضا العلاقات المتبادلة بين الأديان وفهم الخاطئ للأديان.
فهم الخاطئ للأديان. هذه الأمور أيضا تؤدي إلى تطرف الأفراد الفكري وأيضا ممارسة العنف. ونستطيع القول أن هناك أساليب تطور التكنولوجي أيضا تلعب دور في اتباع سلبيات على مهارات التواصل الاجتماعي. أي الدور الذي تلعبه التطور التكنولوجي في اتباع السلبيات وابتعاد عن الإيجابيات في المهارات التواصل الاجتماعي. أيضا يوجد كثير من الأسباب، فتكلمنا عن أهم الأسباب هو التطور التكنولوجي وأيضا اختلاط الفرد مع مجتمع والعلاقات المتبادلة بين الأديان وفهم الخاطئ للأديان، وأيضا تطرف بحد ذاته شخصيا ويعني اتجه شخصيا عن طريق الفرد، وله تأثير على الأساليب الاقتصادية أو المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية. سننتقل إلى أهم سبل مواجهة التطرف والعنف. بداية، فتح قنوات الحوار والتواصل مع الأفراد. يعني يجب أن يوجد برامج لفتح قنوات أو يعني إذاعة بخصوص فتح الحوار بين الشباب تمام، لكي يقوموا بمناقشة مشكلة التطرف والعنف. وأيضا تجديد الخطاب الديني، يجب أن يكون الخطاب الديني يبتعد عن التطرف والعنف وعن السياسة الموجودة عند الخطاب الموجودين في الجوامع، وأيضا تضمين المقررات التعليمية الكافية لتكوين الشخصية الفرد السوية. يجب أن يكون هناك مقررات تعليمية كافية لتكوين شخصية الفرد السوية، وإطلاق حرية التعبير، حق التعبير في الرأي وحق تقرير المصير بالنسبة للفرد، معالجة صور الانحراف الأخلاقي بين الشباب، وأيضا التطرف بأسلوب شرعي وروح فكرية جيدة، وإيجاد مرجعية صحيحة تنال ثقة الشباب، وتوحيد مصدر القوة لدى الشباب، وأيضا نشر دراسات وأبحاث عن التطرف والرد عليها، وتدعيم دور المؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات والمعاهد، وتوجيه طاقات الشباب من خلال الأنشطة وتدريب الطلاب على الحوار. وهكذا قد وصلنا إلى نهاية الدرس. سننتقل في الدرس القادم.